سيب الكيران دار واحد النقاش أنا صراحة استفزنا في هذا القناة، خصوصا أنه رئيس حكومة وأمين عام ديال الحزب العدالة والتنمية، والسي أخنوش دار واحد الهربة ما بعد هربة. خص نقاش أخوتي المغاربة، حيت كيضحكوا على عقولنا، ولكن حنا كصحفيين هذا هو وظيفتنا أخوتي المغاربة، ننوّر. حنا أخوتي المغاربة هم ضمير الأمة، ضمير المجتمع، إلى جانب الشرفاء طبعا، هي وظيفتنا هذه، ما عندناش شي حاجه اكثر من هادشي. شنو بغيتو نبداو باخنوش ولا نبداو بالسي بن كيران؟ انا كنظن نبداو بالسي بن كيران هو الاول. الى اي درجه خايفين من السؤال ديال الصحافه؟ خايفين اللي يسولوهم على الابقار ديال البرازيل؟ واخا هادي كنتفق معك السي بن كيران، الحكومه البائسه الثلاثي الفرح جاءوا خلاو الصحفيين في اهانه شي 4 سوايع ولا 3 وغسلوا وهربوا، ما تلقاو لا اسئله لا والو. هذه الحكومه لا تمثل المغاربه الحرار. انا هذا رايي، ماشي كنقول، هذا رايي، ما غير ملزم لا دستوريا ولا قانونيا ولا يترتب عليه اي جزاء او اثر، ولكن حقي نقول انا بالنسبه لي هذه الحكومه لا تمثل. علاش انا ما كتشوفونيش؟ ما كنبغيش زعما ما بغيتش نقول شي كلمه عاوتاني يقول لك والله ما كنعترف بهم انا هذه الحكومه بالله. انا ماشي شي غير شي موظف شي موقع، انا الطالب ديال شي واحد كيكون ماشي كنقص من مسيحي الاحديه، شتي كيسير الصباط، هذيك راه مهنه حتى، نتمنى الانسان يكون عليه بديل ولقى. وهذوك حتى هما كلوا عزاز عليا وبحالي بحالهم، والله ما نحقروا، بحالي بحاله بحال غير يكون انسان وصادق. تكون وزير، تكون رئيس حكومه، تكون رئيس برلمان، والله ما كتدوخني. أنا عندي الميزان ديالي هو واش فيك الإنسانية، واش رجل مواقف، واش كما تنقولوا بالدارجة واش خصيم، اللي كنقولوا خصيم، هذه مصطلح كنستعملوا، خصيم في المعقول، خصيم في الكلمة، خصيم في فائدة وطنك. ما تطوخنيش أنا بموقعك، كنت عارف كيجيك على التليفون كتقدر عاد، باش نكونوا فيها واضح. علاش كنقول هذا الكلام؟ تتحقروا الصحفيين زعما ثلاثة، وهذوك الصحفيين زعما زملائنا حتى أنتم كنعيب عليكم، كتكبروا لهم تنقولوا بالدارجه الطنوش، ولا ما عرفتش كيكبش كيقول عندنا حنا في البلاد تنقولوا الطنوش. يعني تجي انت صحافي ما تسمعش ليا، شكون انت؟ راه بحال رئيس حكومه وبالزعط، اش درتي لنا بالسلام؟ راه عليك النعله ديال السماء والارض داخلك، ما انا راه صحافي، ما عندي لا نعله لا والو. جلس وسولني، وتسنوا 4 سوايع وانا نساينك، شكون انت زعما؟ عفوا الحسن الثاني الله يرحمه اللي كان كيخلي الناس تساينوا 4 سوايع 10 عاد يهبط. شكون انتوما بالسلامه؟ وزراء، شنو وزراء؟ رئيس حزين عنده وحال كل الصحفيين كشكل احتجاجي خصهم يقاطعوا، والله ما نقول له خليهم عبوا حدهم. غير واش دوك الصحفيين عاوتاني مستقلين على الحكومه ولا لا؟ هذا هو السؤال. العلاقه الماليه الاشهاريه هذا هو مشكل اخر دابا، ما عرفش، ما نقدرش نتهم الصحفيين، ما عرفش وضعيه كل واحد، ولكن انا غير بالنسبه لي ما تحقرناش، ما تحقرش. تخليني 4 سوايع نساينك انا، انت اش غتقول بالسلامه؟ شنو تقول كاع زعما اللي نخليك تما 4؟ فكنتفق مع بن كيران في هذه النقطة، هذه وحدة كنتفق معاه فيها. واخا نمشيو من بعدها فين ما نتفقش معاه. كون كنت أنا رئيس الحكومة نقول المغاربة قلتيو اللحم غالي، جبت لكم اللحم رخيص. حلال حلال. بغيتيو شريو ما بغيتيوش على خاطركم. نديرو الحوانت خاصين به نديروهم. شتي واش هاد الهضرة سي بن كيران؟ اش هاد الهضره؟ دابا حنا عندنا المشكل في الغلا وفي الرخاء وفي الحوانت وفين نحطوهم؟ والسؤال الجوهري انت كرئيس حكومه، السؤال الجوهري هو اين قطيعنا من الابقار؟ كان اللي كطرح هذا السؤال المستفز هو الخطير. انت دابا شرعانتي المشكل ان الحكومه، وانت راك غيبتي المسؤوليه ديال الحكومه نهار 2021 وماشي تا في عهدك. فوكاش القطيع ديال المغاربه مشى بحالاته؟ منين الحليب زاد ولا كيتقام على الفلاح ب 110؟ سانترال كتقولوا بيعوا لي ب 4 دراهم. تما الفلاح كيقول لك اخويا انا شحال ناض كيبيع البقره للجزار ذبحها. فعاد اخلوش. هذه هي اللي ما فتحش فيها نقاش. كنتعصب اخوتي، نقسم لكم بالله والعداوة لو كنا في دولة. هي ذاك وزير حتى يتقدم للمحاكمة، ذاك وزير الصديقي ووزير ورئيس الحكومة. لو كنا في بلاد. حنا دابا اللي يحاكموا هما اللي كيحكموا، كيدير جرهم هما اللي حاكمين، هما رخاو عرقهم في كل شيء. كيدير جر الصديقي كي غدير تحاكم شي بايدن، تحاكم وما تحاكمش وزير الفلاح، تحاكم بايدن وتحاكم رئيس ديال كوريا الشماليه، شي ذاك رئيس كوريا يتحاكم شينا اخرش؟ والله ما تحاكموا، حلفكم بالله والله ما تقدر. ما حاكمناش حتى محمد بن عيسى.
تحاكمش تحاكم في هذه البلاد، تحاكم كي دير له وراه كيعرقوه لا وهنا ولا ولا وهذا صح. يا اما كيكون العروقة عنده عن طريق النسوبيه مصاهر لك مع شي مسؤول قضائي ولا مسؤول اداري ولا الا ما شدوش العروقة ديال النسوبيه كيشدوا العروقة عاوتاني ديال شي شارك لك شي تجاره مع شي واحد. الا ما شدوش العروقة ديال التجاره وشدوا العروقة عاوتاني عنده شي شي شي, شي وحده خالته في العرس تما وسط ما عرفتش شي قنت ما عرف كي غدير له من شدوا ما شداته هاد خو بهذا العمود يطاك عليه هذا العمود عاتلي ملي كيبقاو السلطات وعاد ملي كتكون في موقع المسؤوليه ما نهضرش على اخر واش ما يقولكش عاوتاني عام من ناحيه عاتلي ملي كطيح كتلقى عاطي ارض لهذا والاخر عاطيه ارض وشاركه وياه داك اللي غيدير القانون هو مكتشف شي ارض مكتشف شي شركه مكتشف اسهم مكتشف وهادشي ما كيبانشكمش عاد كتقول اين المسؤوليه علاش ما كاينش واحد العلاقات الاقتصاديه شباكه بين السياسي والامني والاداري والنيابي والوكيلي والعاملي والوالي والقائد ماشي كلش كاين هاد العلاقات اخوتي بعضها يظهر وبعضها خفي وبعضها يتم القفز عنه لاسباب يطول التفصيل فيها. اذا علاش السي بلكير انت رئيس حكومه ما نقبلش منك شديتي في الخوا جا اللحم وكاين اللحم ويلي كي دارها بلكير ما طاحش على اخر واش هاد الحلمه هادي وهاد التحليل اللي درتي السي بلكير انت معارضه ما ديرش هذا النقاش نفستي عليه دابا قلتي له اجراء دارو زوين زين غير نديرو هذا اللي بغى يشري هذا حنا عندنا مشكله اللي بغى يشري هذا واللي بغى يشري هذا يا واسي الاستاذ علاش عنشري بقار ديال البرازيل اخويا كنعيف انا داك الكعبوس على الدولاش وفين هو بقرنا انت كحكومه مغربيه اسي 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 بن كيران انت خصك اول سؤال طرح حتقول الحكومه علاش ما دعمتوش الفلاحه باش الحليب يرخص وما كانش عيب على القطيع انت هي الحكومه ملي تعاقتي عاد رفعتي الضريبه باش يدخلوا هاد العجول البرازيل كيما دعمتي الخبز ايه السكر اهم حاجه كان خصنا ندعم الحليب ذاك الوقت تما بدات الازمه ديال تما القطيع ذبحوا المواد لان كنا ناكلوا في اللحم واحد اللحظه طلينا ما لقيناش القطيع انت كحكومه إلا ما سهرتيش على القطيع المغربي يبقاو الأبقار والكتيب واش أنت حكومة تبقى ولا بشي لا تنجر لك المحاكمة سي صديقي بالله تنجر لك هناك وكان عندي شي غرام السلطة لا تنجر لك ونحاكمك محاكمة عادلة علاش الفلاحة ما دعمتيش الحليب ذاك الوقت علاش تذبح البقر فين مشى بقرنا واش ما كانش عندنا بقر عندنا البقر علاش أنا نجيب هذا البقر عاد أنت السي بن كيران تبقى تقول له لا بغى يختار منا بغى يشريو منا لا الأستاذ نجيبو قدامهم ناكلو ولا كلاه صافي وقع ما عرفش دابا حتى على الابقار ديال البرازيل ولا جيبهم من النهار الاول اييه دابا اش غيقولوا عليهم كانوا تيقولوا ما طيش غادي يترخص دابا اش غيقولوا عليهم يقولوا اللحم غادي حمار لان قلت هذا اللحم تيقولوا هذا اللحم زرق ياك يقولوا غادي حمار المهم لو القعبوس غيطيح انا نقول لكم انا هذا الاجراء اللي داروا ديال يجيبوا اللحم ديال يجيبوا الابقار من البرازيل جاني مزيان لا الاستاذ جاني اجراء مزيان لا انا جاني هذا الاجراء مزيان اللي اللحوم الحمراء كانت غلات صحيح كنا كنشريو اللحم ب 75 70 75 درهم تولى ب 100 درهم وفين هو بقرنا ربما كان غادي يزيد يطلع جات هاد اللحوم هادي جات هاد الابقار هادي الى المواطنين داروا رياكسيون يعني خصك انت دير مكان ديال البيع ديال هادي شوف الجزارين اللي باغيين هذاك يجيبوهم خاص كتب تما الفوق هنا تباع لحوم الابقار البرازيليه صافي تحل المشكل والاخرين راهما بوحدهم دابا بن كيران هنا داير بحال ذاك الباشا اللي قال معلقوا على الورقه مشكله عا في الورقه وذاك الباشا ما عمري ما ننسى والله ما ننسى بغيت عا نشوفوا ذاك الباشا قال لهم شنو علق الورقه حنا كنناقشوا الغلا يهبط وتيقول علقوا الورقه شكون غيشوف ديك الورقه بحال اللي زعما علقتي وهي هذه دابا هنا يباع الاستاذ بن كيران وفين هو بقرنا طرح هذا السؤال وسير الحليب وشوف الحكومه شنو الاخطاء اللي ارتكبت حتى القطيع نقص هذا هو المعارضه اما علقوا هنا غدا يعلقوا لك الجاموس حلوا لك المشكل مزيان انت باركتي لهم اعطيهم غير لهذوك غادي يمشيو الناس يشريو من هنا ويمشيو يشريو الناس من هنا ايوا صح وباش يشريو الناس اه
الناس ما عندهم فلوس ديال من هنا وما عندهمش فلوس ديال من هنا.